يعطيك العافية. أهلين حبيبي. حضرتك حاجة تقار مع السيارة من ورا للبيع أو هون كمان حاطط وحدة؟ هاي سيارة للبيع عن جد؟ إيه للبيع. طيب دخلك شو مصرياتها هاي؟ حبيبي هاي أنا طالب فيها 1,000,000 ليرة. قديش؟ هدي علي شوي. هاي السيارة فيها ميزة فول أوبشن، تفرك هون 3 فركات بيطلع لك مارد، شو بدك بيلبيك؟ بتحب فرجيك بعينك؟ مارد؟ مارد طبعاً، تفرج. شو اللي عم بيصير؟ شو هاد؟ شبيك لبيك عبدك بين ايديك. الله يرضى عليك، بتروح بتجيب له للاستاذ فنجان قهوه اكرك عجم. حاضر سيدي. سبعي ركض شوي وبرجع لك. دايما شكرا. اي اوامر اخرى سيدي؟ الله يرضى عليك، كفيت وفيت. روح. ايه سيدو ايش اتفقنا؟ شو اتفقنا؟ بدي اشتري. خلاص موافق. مد ايدك على عبك مشان الله يحبك. ليك انا معي شك ب1,000,000 ليرة فاضي، رح زير لك اياها باسمك وبتقبضه بكره. بس اسم حضرتك؟ يوسف عساف سيدو. على راسي احلى استاذ يوسف بالمحلي طبق ورد. من اي بنك دغري بيقبضوك اياه؟ 100 100 ان شاء الله. على الله، شوف على وش آية الرزق سيدو. على راسي، شكرا لك. السلام عليكم. مع السلامة. الله. هي دفعنا حقها 1,000,000 ليرة، بس هلا ب3 فركات بخلي المارد يجيب لي اياهم، وكل 5 دقايق بدي اقول له هات 1,000,000 ليرة، والله لحتى حبي البيت مصاري. شو قال لي هذا عمل؟ قال لي فروق 3 فركات تحت النمره، مظبوط. شبيك لبيك عبدك بين ايديك. لك الله يسعد هالمساء يا حبيب. ايش ما شاء الله، الله يحميك. شلونك عيني؟ ليه؟ تسلم لقلبي، انا اشتريت السياره هلا، يعني انا صرت المسؤول عنك. الله يطول بعمرك ويخلي لي اياك مثل ما بقول لك بتعمل. تكرم عيونك حبيب روحي. اول شغله بدي اياها منك، بدي 1,000,000 ليرة على الحارك فورا، حق السياره اللي دفعته. يلا اوام انا ناطرك، لا تاخر. شو تفضلت حبيبي؟ انا مو شغلتي اجيب لك 1,000,000 ليرة. بدك ما تاخذني، انا بعتذر منك، انا شغلتي بس شاي وقهوه. شلون شاي وقهوه؟ يعني بوفجي حضرتك؟ اختصاصي بوفجي. وليه على طولي؟ وليه على طولي؟ عن إذنك. وليه على طولي؟ بوفجي لك لحظة، لاحق لاحق.